انتم ما تقولوا عن المواطن هو اللي كان مسبب المشكل، انتم اسباب المشكل. لان المسؤولين عندهم حياته وعندهم نفسه على الوطنيه، يعطونا وطن، يعطونا سكننا ويعطونا حياتنا. اهل القرار العام ان هذا الناس راهم ضايعين. ما كان واحد اللي ما عنده 8 نفوس 9 نفوس. هذا تكلم عندي 10 نفوس. شنو نعدل لهم؟ ما عندي ما نعدل لهم، ما بقى لي غير نجيب من خيمتي. اهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. اليوم مجموعه ديال المواطنين القاطنين بحي المصلى وقفوا من اجل رؤيه مجموعه من الاراضي ديالهم طبيعه الحال لينتظرون حلا مناسبا من اجل بنائها. مواطنون يشتكون من الكراء الشهري والسمة الكرائيه التي اثقلت كاهلهم. خليكم معنا نشوفوا ابرز المشاكل اللي كيعانوا بها هاد الساكنه ونشوفوا ايضا الحلول اللي يمكن يقترحوها على المجالس المنتخبه من اجل ايجاد حلول جذريه لهذا المشكل الذي طال انتظار حله. السيد العامل والباشا والمسؤولين في القرار العام والخاص ان احنا ناس ضايعين وكنطلبوا من المسؤولين انهم ما حدهم لا يسكنونا، احنا باغيين نسكنوا نفوسنا بنفوسنا ونعاونوا في الوطنيه باش هما يكونوا معانا. احنا دابا مده هذه الناس كامله تشوفها عندنا ارضنا ودافعين املاكنا من 2008 وكان من السابق ذاك اجراءات قانونيه اجراءات عدليه تسجيل عده مسائل اجراءات اللي نحكوا احنا بها ما يقولوا عن المسؤولين يعطونا مسائلنا قانونيه احنا ما كنطلبوا ولا نسرقوا. لازم نرجعوا من المسؤولين اهل القرار العام ان هذا الناس راهم ضايعين. ما كان واحد اللي ما عنده 8 نفوس 9 نفوس. ما كان دابا الكراء، الكراء مالتنا كان ديك الساعه 8000 نقول لك ما عندنا مشكل، ضيق على 30000 40000، اين المعاش؟ ولا عندو الخيمه مانعينها؟ اعطونا اعطونا ديروا معنا اجراءات قانونيه. اعطونا وين نسكنوا؟ اعطونا المجتمع اللي وين يسكن. اعطونا حياتنا، اعطونا حياتنا، اعطونا استقرارنا، اعطونا وطنيتنا، اعطونا انسانيتنا، راه الشيء العام راه يجرح. وقول المسؤولين راه يجرح. لو هذا القرار اذا كانوا عنهم هما ساكنين راه خاص الناس راه حتى الطيور عندهم عش، احنا ولاد عمي راه ما عندنا عش، ما عندنا استقرار، ما عندنا سكن. نرجعوا منكم ساعدوا معنا في الاجراءات القانونيه. باسمي وباسم الاخوان كامل المتضايرين هنا في هذه الارض هذه اللي جايه حدا الجامع ديال الهدى او المسجد الهدى، كنناجدوا كنطالبوا السيد الوالي اللي هو على راس سلطه الوصايه باش يعني يواكب هذا الملف هذا ديال هاد الناس هادو اللي عندهم مشاكل اللي كيتخبطوا في مشاكل ويلات اجتماعيه قاهره، وكاين اللي الاغلبيه مساكن عندهم الكراء كاين وما عندهمش سموتو يعني ما عندهمش سكن لائق باش يسكنوا فيه، وعندهم بقع، عندهم المشكل بقع هنا وبشكل قانوني عندهم جميع الشروط اللي غادي تخول لهم باش يشدوا رخص ديالهم يعني قانونيا. تواصلنا مع المجلس الجماعي هو ان الحلول كانت تعقيديه، كانت معقده، لان كيقول لك اودي خاص ضروري تجمع الناس كاملين وسميتو باش ديروا واحد يعني واحد عند واحد المهندس ديروا واحد البلان جماعي وسميتو من بعد هذيك الساعه غادي تقسموا هذاك الاراضي. حنا ديجا الاراضي مقسمه كل واحد عنده بقعه ديالو وبالزنقه، يعني شاري البقعه في الزنقه والزنقه يعني كتستجب المعايير القانونيه، فيها 8 متر وكاين الزنقات اللي فيها 8 متر وكاين الزناقي اللي فيهم 10 متر. بالتالي حنا نناشد يعني سلطه الوصايه في شخص السيد الوالي المحترم انه يعني يواكب هذا الملف بشكل خاص لهذ الناس المتضررين. المجلس الجماعي كيتخبط دابا في مشكل مالي، مشكل مالي، وكيقول لك التحصيل الضريبي ما التحصيل الضريبي، هو دابا الا عطى رخص لهذ الناس هادو راه غيجني ملايين ديال الدراهم. القضيه ديال التجهيز وكاين في اطار يعني مجلس الجهه، كاين يعني مجلس الجهه كاين واحد التجهيز وكاين واحد يعني كاين واحد يعني واحد لاميناجمون ديال الجهه ككل. حنا بغينا يعني حتى حنايا يعني نستافدوا من هذا الشيء. الحلول الحل المقترح سهل، سهل جدا، بما ان هاد البقع هادو يعني البقع لا تفصل عن البقع ديالنا حنايا الا 6 امتار او 5 امتار، فهذا راه حل يعني بعينه، لانه هاد البقع هادي راهي حدا سميتو حدا يعني حدا الماء وحدا الضوء وحدا التجهيز، يعني ما كيكلف يعني المجلس الجماعي ولو درهم واحد.